سعد ربنا يخليك ابن كابتن. شبرا البار ربنا يخليك كابتن حبيب قلبي يا كابتن مصر، الناس اللي هي برضو رفعت ربنا يخليك شبرا لفوق الفتره اللي هي فاتت دي كلها ليك يا كابتن. طبعا سواء كابتن مصطفى طبعا كان عالم من اعلامه مصطفى يونس، وبعد كده سعد، وبعد كده معتمد ومشير حنفي ووائل قباني وعد كتير، واخد بال حضرتك؟ فبالنسبه للفن سعد، بالنسبه للرياضه طبعا عمنا كابتن مصطفى يونس اللي هو القبله بتاعتنا في الكوره، وهو اللي شجع كل لعيب في شبرا الخيمه ان هو في امل يلعب اهلي وزمالك ومنتخب. لا والله طبعا والله كابتن طبعا احمد بلال حبيبي ومن الناس المحترمه جدا، وان شاء الله تبقى سنه سعيده، بس يبطل بقى اي توقعات. انا هنا انت انسى ده موسم التوقعات ده بقى ولا ايه؟ ده احنا هنقعد نتوقع دلوقتي توقعات مع بعض. كابتن بلال ازيك عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب، ان شاء الله تبقى سنه سعيده عليك باذن الله. يا رب علينا جميعا، يعني على الامه العربيه وعلى شعب مصر كله بكل انتماءاته وبكل اطيافه يا رب ان شاء الله. وسعيد في السنه دي ان انا اتعرفنا على بعض مره ثانيه، يعني احنا كنا بعيد قوي. احنا كنا مع بعض على طول ايام الكافيه بلغه كابتن رضا وانت تلعب كنا مع بعض. ما انت مال بوراتك، بعدنا شويه بعدنا شويه بعدنا شويه. طيب عايز اخدكم سريعا كده، يعني 2019 او 2019 كانت سنه مليئه بالاحداث الرياضيه، وكان فيها كاس امم افريقيه، وكان فيها تصفيات طوكيو 2020، كان فيها حاجات كتير جدا. النهارده يوم حصاد، كابتن سعد انت معانا، انت معاك المنتخب بس على طول، وعايز المنتخب وعايز اقول عشان عايز اسال سؤال لكابتن بلال. لا سؤال مهم، اتفضل يعني عادي. كابتن اسال. كابتن بلال انت بتحبش مصطفى محمد؟ وش انا ما قلتش والله العظيم. لا والله والله ما قايل والله العظيم ابدا. بس بص والله ما قايل له حاجه. انت ما تطلع على لعيب، انت راجل اهلاوي يا جدع. لا 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 بعض انا عملت حاجه. انا منتخب، انا منتخب والله. فانا بقول الشارع كله، الشارع كله بيتكلم يا كابتن ان كابتن بلال عايز يهد مستقبل الراجل دوت. يا نهار والله عايز ازاي اصول انت كابتن تكلمه؟ والله ما قلت له حاجه. انت تقف جنبه؟ اقسم بالله ما قلت له حاجه والله العظيم. ما كلمه نفسه. والله العظيم. لا انا بتكلم، بص كل الفرقه اصلا وكل الناس انتقدت كابتن بلال. ايه اشمعنى يعني؟ ليه اشمعنى وصول يا كابتن لعيب طالع جديد بتاع ربنا يوفقك واللي واللي واللي. فده والله العظيم انا بتكلم بجد مش بهرج. هو ده الحدث اللي تعرفه في الكوره في 2019. كلام طالع من اهلاوي، خلي بالك الكلام طالع ده اهلاوي. هو ده الحدث، ده اهلاوي حمى. شفت مسلسل لما بيكسر رمضان كده؟ انت كنت في اليوم ده على القهاوي. هو ايه ده؟ وعايز ايه من الواد؟ هو مش عارف ايه وبتاع. حتى انا اجي اقول لي يا جماعه هو مش قصده، اتفرج على البرنامج عيد تاني على التليفون الاقيك لا ده انت مديها له ايه؟ عارف اديله واحده في المقص البعيد كده بالبعيد. اديله واحده بقى، اديله واحده.